بسم الله الرحمن الرحيم. سياس 225 درستكم باسمة هان. طبعا متى امتحاننا؟ يوم الخميس هذا طبعا 8-4 الساعة 8-9 ل10 يعني موعد ماشي الحال. مادة الامتحان كل المادة اللي أخذناها لحد المحاضرة الماضية، محاضرة اليوم بيكون داخلة بالامتحان لأنه موضوع جديد، هذا الموضوع بيكون داخل بالفاينل ماشي. إذا مادة الامتحان كل المادة اللي أخذناها لحد المحاضرة الماضية، طبعا كله كان داخل معك بالكويز باستثناء آخر محاضرة، فهي المحاضرة راح تكون داخلة معك بالامتحان. الشابتر الأول شابتر نظري، بهمني تعرف تحول، بس أنا ما راح أجيب لك نظري أوكي. أنا ما رح أجيب لك سؤال نظري، رح أكتب لك، رح أجيب لك اكتب كود سؤالين، اكتب كود طيب ماشي الحال. إذا chapter 3 داخل كامل، chapter 4 الأجزاء اللي أخذناها منه، وفي عندك المالتيبليكيشن والديفيجن جايين بملف لحال، مالتيبليكيشن والديفيجن جايين بملف لحال. chapter 4 إحنا تركنا منه موضوع، وين سلايد 28 اتوقع، سلايد 27 من هون احنا تركنا موضوع الفلاجز ماشي، يعني مش داخل معاك. ورجعنا المره الماضيه بلشنا هون بالاوفست ماشي. الاوبريتورز هاي داخل معاك اوفست، بعدين BTR، بعدين Type، بعدين Length of، وبعدين عندك Size of. هدول الأوبريتورز ذكرناهم المرة الماضية وشفناهم جربنا عليهم، اللي هم يمكن 5 أوبريتورز داخلين معك هدول الأوبريتورز. كانت هاي المحاضرة الماضية هي آخر محاضرة داخلة معنا في الامتحان. الليبل هذا ما بناخده لأنه نفس فكرة البي تي آر، يعني خلص البي تي آر بيسد عنه. نيجي على الاندايركت ادريسينج مود. يوم الثلاثاء ما رح يكون عندنا أي شيء، ما في وظيفة عشان تتفرغ لدراسة الامتحان ماشي. الثلاثاء ما رح يكون عندنا شيء أوف، رح يكون عشان تدرس للامتحان. امتحان تسليمه فقط على موقع تسليمه. طبعا احنا امتحاننا راح يكون على moodle.yu.edu.jo، بتسلمه هناك ماشي، بتسلمه بمكان تسليمه. طيب ما تصير تحكي لي بعد بعد الامتحان زي الكويز ما لحقتش ما سلمتش هاي الامتحان. يا جماعه الامتحان والكويز كل شيء بتسلم بمكانه اوكي. الامتحان على http://moodle.yu.edu.jo okay. دكتورة طب التسليم راح يكون، راح نسلم ملفات يعني ولا شو صار بالضبط؟ نسلم الإجابة كيف راح نسلمها؟ كان عندكم مشكلة بالنسبة للكويز صح؟ سلمتم بالمكان المخصص. كتبنا الكود مباشرة بالمكان بالتكست بوكس الموجود نفس الطريقة. في حد عمل كوبي بيست؟ دكتورة أنا عملت كوبي بيست، يعني الأغلب عملت كوبي بيست لأنه أول شيء كتبت أني على نوت باد وجربت الكود بعدين أخذت كوبي بيست على التكست بوكس. يعني خلص ما في مشكلة بالكوبي بيست صح ولا لا؟ هو الأفضل يكون في كوبي بيست لأنه أكيد رح نكتب على نوت باد نجرب الكود بعدين عشان إذا كان في إيروز أو شيء نعدلها. أنا بفضل هيك، بفضل أني ما أعمل أنه ممكن تسلم أتاتشمنت فايل، لأنه الأتاتشمنت فايل مرة تصير مشاكل فيه وما بفتح، فبفضل انه الحل يكون في المكان المربع يعني المخصص، فبتعمل كوبي بيست. بس اهم شيء يكون في كوبي بيست اكيد. خلينا نبلش محاضرة اليوم. اخذنا الدايركت ادريسنج مود صح، كنا نعمل موف اي اكس فاصله قيمه الاكس او بين اقواس اكس ماشي. هذا اسمه دايركت ادريسنج مود، Direct Addressing Mode. نشوف الطريقة الثانية اللي هي Indirect Addressing
mode. And indirect operand holds the address of a variable, usually an array or string. It can be dereferenced, just like a pointer. إذا أنا بدي أخذ العنوان. إيش أوبريتر أخذناها المرة الماضية لها علاقة بالعنوان؟ البعد عن بداية الداتا سيجمنت، يعني العنوان. إيش الأوبريتر اللي أخذناها المرة الماضية؟ الأوفست. ماشي؟ الأوفست هي اللي بتأخذ لي العنوان. An indirect operand can be any 32 bit general purpose register. اللي هم الـ EAX، الـ EBX، الـ ECX، الـ EDX، الـ ESI، الـ EDI، الـ EBB، الـ ESP. Surrounded by brackets. إذا بما إني بتتعامل مع عناوين، أنا بدي أتعامل مع 32 بت ريجستر. لما بحط هذا الريجستر بين أقواس، يعني عمل لي دي ريفرنسنج. شو يعني دي ريفرنسنج؟ يعني جيب لي القيمة اللي موجودة داخل الموقع اللي بيأشر عليه هذا الريجستر. أوكي؟ جيب القيمة الموجودة داخل الموقع اللي بيأشر عليه هذا البوينتر أو هذا الريجستر. مثال دوت داتا بال 1 بايت 10 هكسا 20 هكسا 30 هكسا دوت كود موف اي اس اي الاوفست لفال 1. موف اي اس اي الاوفست لفال 1. جيب عنوان فال 1 خزنها داخل الاي اس اي. موف اي ال بين براكتس ESI، يعني جيب لي القيمة اللي بأشر عليها الـ ESI. معناته إيش راح يجيب؟ هلا البوينتر اللي هو الـ ESI في عنوان إيش؟ فال 1. ماشي؟ يعني عنوان أول عنصر بفال 1. لما بحكي له move AL محتويات أو بين براكتس الـ ESI، جيب القيمة الموجودة داخل الـ ESI ودي لي إياها للـ AL. increment ESI. ليش increment؟ بدي أضيف واحد. ليش؟ لأنه بايت، عشان أنتقل للعنصر اللي بعده. إذا كم راح أضيف؟ واحد. لو كان word كان أضفت اثنين. إذا increment ESI انتقلت للعنصر الثاني. move AL بين brackets ESI، شو راح يجيب لي هلا؟ ال 20 هكسا العنصر الثاني. increment ESI انتقل ال ESI هون، كل مرة بيزيد واحد بالعناوين. move AL بين براكتس ESI، جيب القيمة اللي بأشر عليها الـ ESI اللي هي الـ 30 هكسا. إذا هذا ثاني أسلوب بالأدريسنج مود اللي هو الـ Indirect Addressing Mode. الأسلوب الأول بسيط كثير اللي أخذناه، الـ Indirect هلا أسلوب أفضل عشان نقدر نتعامل بالدورانات معاه بكل سهولة. دوت داتا array w word 1000 hexa 2000 hexa 3000 hexa dot code move esi الاوفست للاري دبليو. بدي اجيب القيمه الموجوده بالاري دبليو. move ax بين براكتس esi جاب لي ايش؟ 1000 hexa. خزنها وين؟ بالاي اكس. يعني انا كم بدي اخذ منه؟ بدي اخذ word. لما حكيت له move ax بين براكتس ESI، يعني أنا بدي أخذ وورد، عشان هيك حطيت AX. Add ESI 2، انتقل للعنصر اللي بعده. ليش 2؟ لأنه وورد، فبدي أنتقل للعنصر الثاني. Move AX بين براكتس ESI، جيب القيمة الثانية. وين وداها؟ على AX. هلأ Add ESI 2، انتقلت للعنصر الثالث. move ax بين brackets esi، جيب القيمة الثالثة. suppose array w is located at offset 1200 هكسا. افرض انه هذا العنوان. the following shows esi in relation to array data. هلا اول مرة لما حكينا له move esi الاوفست لاري w، اذا ايش راح يخزن بالاي اس اي؟ العنوان تبع هاي الأري، تبع أول عنصر بالأري اللي هو 1200. move AX بين brackets ESI، جيب القيمة هاي. add ESI 2، خلي الـ ESI يأشر على العنصر الثاني، انتقلت اثنينات. ليش؟ لأنها word. move AX بين brackets ESI، جيب القيمة الموجودة هون، خزنها داخل الـ ESI اللي هي ايش؟ 2000 هكسا.
add ESI 2 انتقل للعنصر الثالث move AX بين brackets ESI راح يجيب لي 3 0 0 0 X. انتبه لهاي الملاحظة اللي لها علاقة بال BTR dot data my count word 0 dot code move ESI الأوفسيت لماي كاونت جيب العنوان أوفسيت لماي كاونت شو عنوانه بالذاكرة جيب لي عنوان increment ESI بين brackets increment بين brackets ESI هاي مش زي هاي هاي increment شو ال ESI increment ال ESI زدت واحد على العنوان طيب هون شو حكالي increment بين brackets ESI بال indirect addressing mode ال ESI مش زي ال ESI بين brackets بيختلف عن بعض increment ESI بين brackets هاي رح تعطيني error ليش because the size of operand not clear because the assembler does not know whether ESI points to byte, word or double word. So BTR make the size clear. إذا لما بحكي increment ESI هو ما فهم عليك إيش بدك تأخذ من الإشي اللي بيأشر عليه الـ ESI. هل بدك تأخذ byte, word, double word؟ ما فهم عليك، أوكي؟ حتى لو كان الـ my count نوعها word. اللي بيوضح هذا الإشي إذا كان عندي هون move AL بين brackets ESI ليش ما حكينا هاي مش واضحة مش معروف شو بده ياخذ من الـ ESI لأنه مستخدم register AL والـ AL كم السايز لإله 8 فعرفنا إنه بدنا ناخذ من الـ ESI من المكان اللي بيأشر عليه ESI بدنا ناخذ فقط بايت ماشي هون حكينا move AX بين brackets ESI كيف عرفنا كم بدي اخذ من الموقع اللي بيأشر عليه الـ ESI؟ من الـ AX الموجودة هون. أخذنا word. هاي الـ AX وضحت لي إنه word. أما لما تكون جملة فيها مثلا الـ increment، الـ increment باخذ one operand. increment بين brackets ESI. هاي فيها غموض. ما نفهم كم بدك تاخذ من الموقع اللي بيأشر عليه الـ ESI. فمعناته increment word btr بين brackets ESI رح ياخذ لك منها word اذا بدك byte increment byte btr بين brackets ESI رح ياخذ لك منها byte اذا btr مهمه الاوفست والbtr رح نستخدمهم كثير البtr مهمه اذا في غموض بالسايز اللي انت بدك اياه لازم تستخدم البtr تحدد byte ولا word متى كان غموض مثلا بهذا المثال increment بين brackets ESI مش مبين معانا كم بدنا ناخذ من الموقع اللي بيأشر عليه الـ ESI عشان هيك راح يعطيني الاسمبلر عليها error فاستخدمنا increment word BTR بين brackets ESI increment byte BTR بين brackets ESI should BTR be used here هل لازم استخدم BTR بهاي الجملة add بين brackets ESI فاصلة 20 شو رأيكم؟ واضح السايز ولا مش واضح؟ ما دكتور لازم أخذها لأنه ما في سايز واضح صح ما إنه ما في سايز يوضح من الجوابات صفاء دكتورة أوكي صفاء إذا بما إنه ما في سايز يوضح العشرين ما بتوضح مش زي الـ AX الـ AL الـ BX الـ EX إذا العشرين ما بتوضح فمعناته السايز عندي مش واضح عشان هيك لما بحكي add ESI بين brackets فاصلة 20 هاي برضو رح يعطيني عليها error لأنه في غموض بالسايز فلازم أحكي add مثلا word BTR لل ESI فاصلة 20 أو add byte BTR بين brackets ESI فاصلة 20 إذا لازم أوضح السايز اللي أنا بدي أتعامل معه إذا هل أنا محتاج أستخدم الـ BTR هون؟ Yes, because بين brackets ESI could point to byte, word or double word. فلازم تحدد شو بدك تستخدم منها. اجمع عناصر مصفوفة باستخدام الـ indirect addressing mode. بالفاينل بحدد لك أحيانا استخدم indirect
استخدم اندكس، او بحكي لك استخدم اندايركت او اندكس. يعني هذا الموضوع بيهمني كثير انك تعرف تتعامل مع العناوين بالذاكره باستخدام الاندايركت ادريسنج مود. دو داتا اري دي دبل وورد 10000 هكسا 20000 هكسا 30000 هكسا دوت كود موف اي اس اي الاوفست لاري دي موف اي اكس بين براكتس اي اس اي. اذا مسكت بدايه الاري بالاي اس اي اخذت العنوان موف اي اكس بين براكتس اي اس اي جيب القيمه اللي باشر عليها الاي اس اي خزن لي اياها بالاي اكس. اذا انا ما اخذ دبل وورد. بدي انتقل للعنصر اللي بعده اد اي اس اي فاصلة 4 انتقلت للعنصر اللي بعده اد اي اكس بين براكتس اي اس اي جيب القيمه اللي هي 20000 اكس اد اي اس اي 4 انتقل للعنصر اللي بعده اد اي اكس بين براكتس اي اس اي. اذا هيك انا جمعت الثلاث عناصر الموجودين عندي. وكان عندك الري نوع عناصرها مثلا بايت فيها العناصر 3 4 5 وحكيت لك ضيف 2 على كل عنصر من عناصر هاي المصفوفة باستخدام الـ indirect addressing mode. ضيف 2 أو ضيف 10 ماشي add in to every element using indirect addressing mode. ضيف 10 لكل عنصر من عناصر المصفوفة استخدم ال indirect addressing مود. ماشي يلا خليكم معي موف اي اكس فاصلة 0 موف اي اس اي فاصلة الاوفست لا الاري 1. إذا مسكت بداية هاي الأري موف اي اس اي الاوفست لأري 1. طيب بدي آخذ العنصر أضيف له 10 شو أكتب؟ موف اي ال لا دكتورة اد اي اي اس اي 10 فاصلة 10. طيب لحظة شوي يلا يا عصام موف اي ال فاصل اي اس اي فاصلة ايش؟ اي اس اي بين براكتس اي اس اي المحتويات عن الريجستر هون ممكن انا استخدم الاي اس اي او الاي دي اي او الاي اي اكس او الاي بي اكس او الاي سي اكس او الاي دي اكس اللي بدك اياه استخدمه. مهم 32 بت ماشي؟ عادة العناوين بستخدم لها الاي اس اي والاي دي اي ماشي؟ موف اي اس اي الاوفست لاري 1 موف اي ال بين براكتس اي اس اي اد اي ال فاصلة ايش؟ 10 وبعدين ضل اشي ولا لا؟ ينتقل للعنصر اللي بعده. هسه بدي اروح على العنصر اللي بعده. لا لسه شوفوا انا جبت القيمة خزنتها داخل اي ال ضفت عليها 10 مين اللي ضفت له 10؟ الـ AL على الـ AL بس بدي انقل القيمة بالـ AL على الـ ESI. لازم ارجع على الذاكرة. ممتاز موف موف AL بين براكتس ESI فاصلة AL
إذا بين براكتس محتويات الـ ESI فاصلة AL. إذا move AL بين براكتس ESI. add AL 10. move بين براكتس ESI فاصلة AL. صفاء شو كنت بدك تحلي؟ صفاء؟ لا دكتورة كنت بحكي هي يعني نفسها. طيب يا صفاء. إذا هون استخدمنا ريجستر. هون استخدمنا ريجستر. جبنا القيمة على الـ AL. ليش AL؟ لأنه بايت. جبت القيمة على الـ AL، جمعت لها 10، بعدين رجعتها للذاكرة. إذا ثلاث خطوات. طيب لو حكيت لك بدال هدول الثلاث خطوات، لحظة عصام، لو حكيت لك بدال هدول الثلاث خطوات بدي أستخدم خطوة واحدة، بدي أشتغل على الذاكرة مباشرة بدون ما أتعامل مع ريجستر. طيب يعني بدي أحكي add array 1.10. هيك رجعنا للأسلوب الأول اللي هو الدايركت. هلأ إحنا بالإندايركت. add ESI فاصلة 10، محتويات الـ ESI ضف لها 10. هاي الجملة صح ولا خطأ؟ ترى خطأ لأنه ما حددت فيه من أي مساحة. بعد خطأ ليش؟ لأنه ما حددت، لأنه ما حددنا السايز. إذا هاي الجملة راح يعطيني عليها خطأ. ليش؟ لأنه مش مبين شو السايز اللي بدي أتعامل معه. العشرة ما بينت السايز. هون مين اللي بين السايز؟ الـ AL. هون مش مبين عندي السايز. إذا شو لازم أكتب هون؟ BTR. أيوة لازم أستخدم الـ BTR. ممتاز. إذا بايت بي تي ار بين براكتس الاي اس اي. اذا اد بايت بي تي ار بين براكتس اي اس اي فاصله 10. اذا يا بتكتب هدول الثلاث جمل يا بتكتب هاي الجمله، اوكي؟ يا بجيبها على ريجستر بضيف 10، ودائما هاي الجمله الثالثه الطلاب بنسوها، لازم ارجعها على الذاكره اتذكرها، او انه بستخدم بايت بي تي ار بتعامل مع الذاكره مباشره. اد بايت بي تي ار يعني براكتس اي اس اي فاصله 10. طيب بدي انتقل للعنصر اللي بعده، شو اعمل؟ انكريمنت للاي اس اي. ممتاز يا عصام، انكريمنت للاي اس اي، انتقلت للعنصر اللي بعده. يلا بدي اضيف له اد بايت، كرر نفس الخطوات صح بي تي ار لانه لسه ما اخذنا الدوران. الحاضر الجاي باذنه تعالى بناخذ الدوران. add byte btr بين brackets esi، مش المحاضرة الجاي الثلاثة، لا الأسبوع الجاي يعني. add byte btr بين brackets esi فاصلة 10. انتقل للعنصر الثالث increment esi. add byte btr بين brackets esi فاصلة 10. إذا هيك كل عنصر من عناصر هاي المصفوفة أضفت له 10. بدي أطبع print the array، بدي أطبع هاي المصفوفة. شو أكتب؟ move بودين على AL وبعمل call dump register ESI AL بعدين call dump register. أستخدم نفس الأسلوب الـ indirect move ESI الأوفست للأري 1. ليش خليت الطباعة منفصلة؟ بدي أتأكد إنه فعلاً أنت غيرت على الذاكرة ولا لا، يعني لو أنت عامل ريجسترز بجوز تنسى هاي الخطوة، عشان هيك أنا أجلت الطباعة للأخير. بدي بس أخلص من كل الشغل بعدين أطبع، بدي أتأكد، بدي أجيب القيمة من الذاكرة وأطبعها. إذا move ESI الأوفست للأري 1، برضو بدي أطبع باستخدام الإندايركت أدريسنج مود. الإندايركت يا جماعة إنه ريجستر يكون بين براكتس، ريجستر يكون بين براكتس. هاي الاندايركت ادريسنج مود، هاي هي الاندايركت ادريسنج مود. اذا موف اي اس اي الاوفست لاري 1 كول دم ريجسترز. ماشي؟ لا هيك راح يطبع لي القيمه الموجوده بالاي اس اي. موف اي ال فاصله بين براكتس اي اس اي، جيب لي القيمه الموجوده بالاي اس اي، خزنها داخل اي ال كول دمب ريجسترز. الاي ال بدي اكون مصفره،
ماشي، صفر الاي اي اكس كامل. اذا موف اي اس اي الاوفست للاري 1 مسكتها من بدايتها، موف اي ال بين براكتس اي اس اي كول دمب ريجسترز، طبعت اول عنصر. هلا موف اي ال increment ESI، انتقلت للعنصر الثاني، بدي أكرر الخطوة، move AL بين brackets ESI call dump registers، بعدين increment ESI move AL فاصلة بين براكتس محتويات الـ ESI وكول دم ريجسترز. ماشي، إذا جبت قيمة قيمة وبدي أطبع. ما عندنا أي ايرور، هاي A1، هاي القيمة الأولى دي، ليش دي؟ شو العنصر الأول؟ ثلاثة، ثلاثة مع عشرة 13، إذا شو طبعنا؟ دي مظبوط. بعدين ال 14 E، بعدين ال 15 F. لو كنا بدنا نطبع من النظام العشري شو بحكي له بدل كول دمب ريجستر؟ رايت انت هاي ما رح تلقاها بالسلايد، موجودة بشابتر خمسة هاي، بس اعرفها ممكن اجيب لك عليها. كول رايت انتجر، كول اخذناها لانه رايت انتجر، كول رايت انتجر. لو بالباينري بدي اياها، كول رايت باينري، باين اوكي، كول رايت باينري، يعني هاي عندي بلس 13 بلس 14 بلس 15، طبع لي عناصر المصفوفة. لو بدي كل واحدة على سطر، كول كاريج ريتيرن لاين فيد، أعطيتكم إياها؟ لا هاي لسه. كاريج ريتيرن لاين فيد عشان ينزل سطر جديد، ماشي. Carriage return line feed اللي هي بتمثل الانتر الكيبورد. هاي عنا اعطاني بلس 13 بلس 14 بلس 15 كل وحده على سطر. طيب اذا هيك طبعت القيم بعد ما ضفت 10 لكل عنصر من عناصر هاي المصفوفه، ضفنا 10 لكل عنصر من عناصر هاي المصفوفه. مين مش فاهم؟ مش فاهم؟ طيب اعكس لي العنصر الأول والعنصر الثاني باستخدام الـ indirect addressing mode. اعكس العنصر الأول والعنصر الثاني باستخدام الـ indirect addressing mode. يعني بدي المصفوفة تصير أربعة بعدين ثلاث بعدين خمسة. اعكس العنصر الأول مع العنصر الثاني باستخدام الـ indirect addressing mode. يلا جرب. شو رأيك نعمل بدل add 10 نعمل add 1 للعنصر الأول ونطرح من العنصر الثاني 1؟ شريح؟ بس عصام، عصام بده يغير السؤال، بده نضيف 1 على العنصر الأول ونطرح 1 من العنصر الثاني. بتصير 4-3 نفس الجواب. أنا واخذ سؤال عصام، يلا غيرنا السؤال، ضيف 1 على العنصر الأول اطرح 1 من العنصر الثاني. يلا جرب. يلا جرب. يلا بدنا ناخذ سؤال عصام، ضيف 1 على العنصر الأول اطرح 1 من العنصر الثاني.
خليها بدال بايت وورد، خليها بدال بايت، خلينا نجرب بدال بايت وورد. هاي فايل هاي بدنا نخليها وورد، او اذا بدك اس وورد ماشي. اد 1 2 element 1 subtract 1 from element 2. ضيف واحد العنصر الاول، اطرح واحد من العنصر الثاني. ياخذ الحضور والغياب عبين ما تكتبوا. ينبه على شغله كثير مهمه بالنسبه للامتحان، ما بديش غش يا جماعه، اي غش صفر. طيب اي غش راح تاخذ صفر، فدير بالك على هذا الموضوع مهم كثير، ما حدش يغش من الثاني، كل واحد يحل اللي عنده ماشي. امتحان ان شاء الله ما راح يكون معقد، راح يكون بسيط، كل المواضيع اللي اخذناها ما فيهاش لف ودوران، تطبيق مباشر على الاشياء، بس حاول تدرس كويس. هديل المشهور، هديل المشهور عبد الرحمن هيثم. طيب يا هديل عبد الرحمن موجود. اوكي يا عبد الرحمن. ياسمين عبد الوهاب. اوكي يا ياسمين. صفاء محمد. نعم دكتوره. يا صفاء. وليد خلدون. وليد رحمة رسلان. رحمة اوكي. رحمة وصفاء نزلوا ايديكم خلاص. أسامة ماهر. إيه موجود. إيه أسامة. صفاء أنور. موجود دكتورة. إيه صفاء. محمد سامي. محمد سامي. أحمد عبد القادر. أحمد عبد القادر. أحمد محمد صلاح. أحمد محمد صلاح. رتاب أحمد. رتاب أحمد. رغد سامي. رغد سامي. رقية أحمد. رقية أوكي يا رقية. رهف أسامة. أوكي يا رهف. كوثر هشام. نعم دكتور. هني موجود. نزار باسم. نزار. سرى موسى. نعم. اوكي يا سرى. رهف انور. اوكي يا رهف. تكوين محمد. اوكي يا تكوين. مالك راتب. مالك. أسامة جمال. أسامة. رنيم. أسامة موجود دكتورة بس بعثت الشات. موجود هو. رنيم قاسم. نعم دكتور نعم. اوكي يا رنيم. سيف محمد. اوكي يا سيف. ايمان سامي. اوكي يا ايمان. احمد عبد الكريم. احمد عبد الكريم. احمد اسمك موجود، وينك؟ أمسية محمد.
اوكي أمسية. سارة محمود موجودة. اوكي سارة. سوسن رامي. سوسن. شيماء سمير. شيماء سمير. اوكي شيماء. عمر محمود. اوكي عمر. فرح فتحي. فرح. اوكي فرح. محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم. لما قسيم. طيب يا لما. رغد بلال. اوكي يا رغد. بتول محمد. بتول. رؤى محمود. رؤى. اوكي يا رؤى. محمد نادر. محمد نادر. عصام عمر موجود. عصام موجود. دينا وائل. اوكي يا دينا. دكتورة. نعم. أنا وليد موجود بس كنت بالحمام. وليد خلدون. إيش؟ يلا. وليد خلدون. أوكي يا وليد. يلا بستنى بحلكم. صفاء وصلني منك بس سطر واحد. دكتورة انه بدي احكي حكي عادي. دكتورة خلينا نحل كلنا مع بعض احسن. بصراحة واحد الصبح متعجز يكتب هسه. بنغير الكود مع بعض. ما تكون كسلين، ما عندكم امتحان الصبح لعاد. دكتور والله الأسبوع هذا الأسبوع الماضي كله كوزات أسايمنتات، يعني يوم الثلاث أصلا كان عندي كوزين، واحد منهم راح ليوم الامتحان. الله بين. يعني يوم الامتحان راح أمتحن امتحان على 8 وعلى 9 عندي كوز. ترى موعد الامتحان إذا تقدر تغيري عادي. لا لا خليه موعد محاضرتنا عشان ما يصيرش تعارضات. خليه موعد المحاضرة. يلا صفاء احكي لي شو أكتب. هلا دكتورة بدنا نعدل على هذا ولا انه انا انه شيء جديد؟ يلا نعدل مباشرة. يلا بدنا نعدل. هلا A1 S4 3 4 5 خلينا هذا كود مين بروسيجر موف اي اكس 0 موف اي اس اي الاوفست للري 1 اخذنا العنوان. هلا هلا اد اس وورد بي تي ار اي اس اي 1 اد وورد بعرفش إذا بتقول مش أسبور. at word btr esi فاصلة واحد ضفنا واحد. بعدين increment esi. بعدين sword btr بين bracket esi بدون ما أزيد إشي. استني شوي. هلا خلصنا العنصر الأول صح؟ العنصر الأول إيش العنصر الثاني ما بدي أضيف له ولا بدي أنقص منه.
تمام، بس بدي انتقل عليه، فبدل الانكريمنت فبحط اد اي اس اي الاثنين لانه عندي وورد. اذا هلا شوفي العنصر الاول كم السايز له وورد، فانا بدي انتقل للعنصر الثاني، اذا بدي اعمل انكريمنت اي اس اي، انكريمنت اي اس اي مرتين عشان انتقل للعنصر الثاني، او اد اي اس اي فاصلة 2، اد اي اس اي فاصلة 2. ليش؟ لانها وورد صح، فانا بدي اترك الاول وانتقل للثاني، معناته بدي امشي خطوتين، اذا اد اي اس اي فاصلة 2. يلا هلا ايش بدي اعمل العنصر الثاني؟ بدي اطرح منه واحد، اذا شو اكتب؟ سب وورد بي تي ار اي اس اي فاصلة 1. سب وورد بي تي ار للاي اس اي فاصلة 1، اطرح منه واحد. هلا الثالث ما حكى لنا نعمل فيه اي شيء، راح احذفه. هلا بدي اطبع موف اي اس اي الاوفست للاري، موف اي ال اي ال محتويات الاي اس اي. نعم موف اي ال خليها اي اكس، انا بشتغل على وورد. اه صح، بالطباعه قصدك. اه هون ما استخدمنا الطباعه، شغالين على وورد اي اكس. موف اي اكس محتويات الاي اس اي كول رايت انتجر. هلا بدي انتقل للعنصر الثاني، شو اكتب؟ اد اي اس اي 2 فاصلة 2، اد اي اس اي فاصلة 2، او انكريمنت اي اس اي، انكريمنت اي اس اي، موف اي اكس محتويات الاي اس اي كول رايت انتجر. اذا بدي اطبع العنصر الثالث راح اعمل بس اغير الانكريمنت اد والاي ال غيري اس اي فاصلة 2، والاي ال بدها تصير اي اكس. شكرا صفاء وشكرا يا عصام. اذا جبت العنصر الاول على الاي اكس، عملت رايت انتجر، انتقلت للعنصر الثاني اضفت 2، جبت العنصر الثاني على الاي اكس طبعت، انتقلت العنصر الثالث اد اي اس اي 2 موف اي اكس محتويات الاي اس اي كول رايت انتجر. دكتورة بس احنا نتعامل مع الاسور صح؟ السؤال كان بالاسور، انا عرفتها اسور عشان الاشاره لانه بدي الثاني سالب، اصلا لا طرحت منه واحد اصلا مش سالب، لا يعني حتى لو ناقص واحد 4 ناقص 1 3. متى بحط اسور؟ اذا في احتماليه انه يكون عندي ارقام سالبه، ماشي؟ إذا في احتمالية، هون ما فيش سالب، حتى لو خليتها وورد عادي نفس الشيء. بس أنا ما بستخدم البي تي آر، أنا بحكي له انتقل وورد أو انتقل بايت أو انتقل دبل وورد، يعني ما في داعي أحط الأس، ماشي؟ مجرد أنا بدي انتقل يعني. يعبر عن 16 بت أو 8 بت أو 32 بت بغض النظر عن الإشارة، عدد البت. طيب هلا ميك 32 A1 indirect. العنصر الأول كان 3، شو صار؟ 4. العنصر الثاني كان 4 صار 3. العنصر الثالث زي ما هو نفس السؤال الأول بس عكسناهم بأبسط طريقة. ما عكسناهم ترى، دير بالك، يعني افرض الارقام مختلفة، احنا شو عملنا؟ ضفنا واحد على العنصر الاول، طرحنا واحد من العنصر الثاني. هون ابدا ما عكسنا وما عطى شيء ثاني، صح؟ هذا بيعتمد على الارقام يا عصام. هون احنا اضفنا واحد على العنصر الاول، طرحنا واحد من العنصر الثاني، ما عكسنا اي شيء. مين عنده اي استفسار؟ مين عنده اي استفسار؟ اذا موعدنا بالامتحان يوم الخميس ان شاء الله. امتحان ان شاء الله ما راح يكون سهل، سوري ما راح يكون صعب، هو سهل يعني ما فيهوش شيء، الماده البدايه بس بدك تكون دارس تعرف تتعامل مع العناوين بالذاكره وهيك اشياء. ركز على برضو المحاضره الاخيره كيف تتعامل مع الاوفست، البي تي ار، اللينث اوف، التايب، السايز اوف، ماشي؟ هاي مواضيع بسيطه كلها بدهاش شيء. هذا البي تي ار يمكن داخل صح؟ نعم يا عصام، بقول محاضرة اليوم تبعت الاندايركت مش داخلة صح؟ لا مش داخلة، خليها للفاينل ان شاء الله. ان شاء الله، وبركز مرة ثانية، ما بدنا غش، وبركز، ما حدش يتأخر عن الامتحان، دير بالك، اوكي؟ يعطيكم العافية جميعا.
استنوا شوي بس اطلع.